نكرم كوكبة من بناتنا الإعلاميات بمناسبة 8 من آذار يوم المرأة العالمي، ونحن نقول أن كل أيام السنة هي أيام للمرأة الفلسطينية بالأخص، وليس يوم 8 من آذار، لأن المرأة الفلسطينية هي رفيقة الرفيقة وملازمة الرجل في العمل الوطني خاصة. فمنذ انطلاقة الثورة الفلسطينية كانت المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل في العمل الوطني، في الكفاح المسلح، في العمل السياسي، في العمل الثقافي، في كل الميادين كانت موجودة. فكل التحية إلى النساء الفلسطينيات والمرأة الفلسطينية بشكل خاص والمرأة العربية والإسلامية بهذه المناسبة. اليوم نحتفل بيوم المرأة العالمي، حيث نكرم المرأة الفلسطينية تحديدا الإعلامية الفلسطينية التي نظرت نفسها لمهنة الصحافة والإعلام في هذا الوطن الذي يتعرض يوميا لانتهاكات من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين. هذه المهنة، مهنة الصحافة والإعلام، التي تكتسب في واقعنا الفلسطيني سمات متميزة نتيجة ظروف الاحتلال ونتيجة المواجهة اليومية والاعتداءات اليومية التي تطال الصحفيين بالقمع والقتل. لذلك نكرم هنا في هذا اليوم إعلامياتنا الفلسطينيات، ليس لكونهن نساء فقط، وإنما كونهن امتهن هذه المهنة الصعبة. كل عام والمرأة الفلسطينية بألف خير على ما قدمته وبذلته من جهود طيلة مسيرة النضال الفلسطيني، والتي اقتحمت من خلالها مجالات لم تكن في الفترات السابقة مهيئة للمرأة الفلسطينية، وهذا يأتي بحكم تراكم النضالات التي قدمتها عبر مسيرة الكفاح الفلسطيني. في هذا اليوم نقول لكل الإعلاميات الفلسطينيات كل التقدير، كل الشكر على ما بذل من جهد. نحتاج إلى بذل الجهد الأكبر، ونحتاج أيضا إلى دور فاعل أكثر في مجال العمل الإعلامي. صحيح بأن المرأة الفلسطينية لها دور في المجال السياسي، في المجال التنفيذي، في مواقع القرار المختلفة، ولكننا أيضا بحاجة إلى أن تكون المرأة في مواقع العمل الميداني كإعلامية وأيضا صاحبة قرار في هذا المجال. نشارك في تكريم كوكبة من زميلاتنا الإعلاميات بمناسبة 8 من آذار، وتقديرا لجهودهن في العمل الوطني، وتكريما للأخت الصحفية كأم وكمربية وكمناضلة وكأم للشهداء. واغتنم هذه المناسبة في رفع أجمل المساندة للأسرى في قضيتهم. نشكر جميع المهتمين في دور المرأة العربية أو الفلسطينية بالأخص. دائما بشكر كل اللي بوجهوا لنا الدعم والمساندة في هاليوم الرائع، تكريم لهي المرأة الصامدة على هاي الأرض، سواء إعلامية صحفية في كل مجالات حياتها. طبعا في هاليوم المميز لازم نشكر كل امرأة مرابطة على هاي الأرض، لكل أم أو امرأة فلسطينية على هاي الأرض. أتيت لكي أشد على أيادي زميلاتي الفلسطينيات في محافظات الشمال بالتحديد، لأنني أؤمن بأن إبداع المرأة مرتبط ومنوط بتحررها، والمرأة الفلسطينية تستحق تحرر أوسع وأشمل، وبالذات في محافظات الشمال. فلذلك أنا أتيت إلى هنا، وأعتقد أن ما رأيته اليوم كان رائعا جدا فعلا، ومؤشر جيد ومؤشر إيجابي على أن الطموح قد يتحقق، أو ليس قد، لا أريد أن أستخدم كلمة تحقيق، وإنما أداة تحقيق، وإنما فعلا سوف يتحقق.